ولا يكن هم أحدكم نهاية الصورة. طيب، إذن الخلاصة عندنا وقفة مع آية من سورة النحل، وهي قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. فوقفة التأمل لعل الله أن ينفعنا بما حوت من فوائد وعبر وما حكت من أخبار وسير لخليل الرحمن ووالد الأنبياء وإمام الحنفاء الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علو مقامه باقتفاء أثره من الحنيفية السمحاء والمحجة البيضاء، وهو الذي نال الخلة ببذله نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان، فاجتمع على محبته جميع أهل الأديان. وهذه المقدمة جزء منها من كلام العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، أحد شراح كتاب التوحيد، ومن كلام للعلامة ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير لما حكى قصة إبراهيم في سورة العنكبوت وفي سورة الصافات وفي غيرهما. طيب، إبراهيم عليه السلام بذل نفسه للنيران، كما ذكر ابن كثير، لما جادل قومه في التوحيد وناظرهم المناظرة المشهورة المعروفة في سورة الأنعام، لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. المناظرة المشهورة لإبراهيم عليه السلام لما أقام عليهم الحجة وكسر باطلهم ورد عليهم أقوى رد، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب مسائل الجاهلية، قال: ومن مسائل الجاهلية أنهم إذا غلبتهم الحجة فزعوا إلى السلطان، فزعوا إلى القوة. أول ما زلت غلب الحجة بجرع كاذب، قالوا حرقوه، فأوقدوا نارا. قال ابن كثير: لم توقد أو لم يوقد مثلها. قال: جمعوا لها الحطب 100 عام وأبرموا النار 100 عام حتى بلغ لهب النار عنان السماء، وكان الطير لا يجوزه، اللهب بتاع النار الطيرة ما تقدر تمشي بفوق من اللهب. قال: وجاءوا بالمنجنيق
فرموه في النار. ربنا سبحانه وتعالى قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ربنا سبحانه وتعالى نجاه. قال ابن كثير: ولهذا وغيره جعله الله للناس إماما. لما بذل نفسه للنيران، مع أن الفقهاء قالوا في الحالة دي يجوز الإنسان إنه يقول كلمة الكفر بلسانه عشان يخرج من الموت، بجوز ولا ما بجوز؟ بجوز، تقولها بلسانك وقلبك مطمئن بالإيمان عشان تتخرج من الموت. لكن قالوا ابن إبراهيم عليه السلام أخذ بالعزيمة، ما أخذ بالرخصة ذاته. ربنا قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. خرج إبراهيم عليه السلام لما بذل نفسه للنيران وولده للقربان. إبراهيم عليه السلام كبير في السن، ليس له ولد. قال: ربي هب لي من الصالحين. عمره 85 سنة ما عنده ولد. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. الحليم إسماعيل، والعليم إسحاق، مما تلقى في القرآن. وبشرناه بغلام حليم إسماعيل، عليم إسحاق. عمره 85 سنة ولد له إسماعيل ولده الأول، وعمره 99 سنة ولد له إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. والأكبر إسماعيل وهو أبو العرب، وإسحاق وهو أبو بني إسرائيل. عشان كده اليهود بيقولوا إنه الذبيح إسحاق ما إسماعيل، وده غلط. لأنه ربنا بعد ما تكلم في الآيات في سورة الصافات عن إسماعيل قال بعده: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فإسحاق بعديه. لما بلغ معه السعي، أتخيل إنسان يكون كبير في السن ما عنده ولد ويولد له الولد. قال ابن كثير: والولد الأول له محبة خاصة غير البيج وراه. الأول ده عنده محبة خاصة، عشان كده الإنسان يكنى بولده الكبير أو بنته. لما بلغ معه السعي لحد ما بقى صبي يتحمل مع أبيه مشقة التعب والعمل، يكون أوقع في النفس وأحبه. لما بلغ معه السعي، وشوف من الابتلاء: يا بني إني أرى في المنام. وما إن كانت الرؤيا وحي، لكن ما هو وحي النبوة المعروف، إنما رؤيا في المنام. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. وده ذات ابتلاء زيادة، لأن الولد بار، وهذا أشق على النفس. لو كان ولد عاق، خلت بالك، لو ولد عاق وقال لأبوه: أنت تتكلم كيف؟ وضبح بتاع شنو؟ وفي ولد بيضبحوا وكده. لو قال لأدبه ممكن شوية قلة الأدب تبرد على قلب الوالد، يقدر يضبحه. لكن قال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بالله ده كمان دي ذات سخونة زيادة، كون يكون بار. ربنا قال: فلما أسلما الاثنين، استسلم إبراهيم لأمر الله في ذبح ولده
واستسلم ولده لأمر الله برًا بوالده، استسلما وتله صرعوا، رموا على الأرض وجعل وجهه على الأرض عشان ما ينظر إليه في ذبحه، فلما أسلما وتله للجبين ناديناه في الوكد ده، خلاص انتهى الامتحان هنا، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى الموضوع، اختبار بنجاح تام 100%. إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. شوف ربنا يقول سلام على إبراهيم، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فقدم ولده للقربان. ثلاثة، وقدم ماله للضيفان، نزل عنده الأضياف، قال سلام قوم منكرون، ما بيعرفهم. قال أهل العلم مع شظف العيش الذي يعيشه إبراهيم، ما عنده شيء، الحياة صعبة عليه، نزل عنده الضيفان، فراغ إلى أهله، طوالي نزلهم، ما قال لهم أنتوا بتاكلوا شنو، ولا إذا عشيتوا ولا تناموا خفيف، ولا لا مشى طوالي، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين، بعجل حنيد، دلب ينجضوه بالقدرة، بيكون زي ما احنا بنسموه مغلي ولا بنسموه شنو، المهم بنجضوه جوا القدرة بيغملوه كده، بينجض شديد اللحم، بيكون سمح، فجاء بعجل حنيد فقربه إليه، بعد ذاك ما أكلوا، قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام حليم أو بغلام عليم. على كل بذل نفسه وولده وماله بهذه الثلاثة، نال درجة الخلة التي لم ينلها فوقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، فوق منه تاني ما في من بني آدم كله. والخل أعلى درجات المحبة، ولما ولد له الولد اختبره الله تبارك وتعالى لكي يكون مخلصا، يعني قلبه خالص لله سبحانه وتعالى. طيب عشان كده ربنا قال إن إبراهيم كان شنو؟ أمة، كان أمة. نشوف كلام ابن القيم، قال أثنى الله عليه بأربعة أنواع من الثناء في آية واحدة، قال أنه كان أمة، والأمة هو القدوة الذي يؤتم به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قدوة في كل شيء، والأمة أعلى. لما نقول لك الرجل ذا أمة، هذا الوصف أعلى من الإمام، يقول لك الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي أئمة، لكن الرجل الأمة أعلى منهم، أعلى من وصف الرجل بأنه إمام. طيب لماذا؟ لأن الأمة هو الجامع لصفات الخير المتفرقة في غيره، صفات الخير اللي بتكون في الناس كلهم، ده كريم وداك شجاع وده حليم وداك صبور وده كريم إلى آخره، الرجل الأمة بيكون فيه ده كله، هو براو فيه ده كله كويس، المتفرد بها كأنه أمة براو
هسه الامه كلها ما بتلقى في اي حاجه، تلقى فيها الموحد وتلقى فيها الكريم وتلقى فيها العالم، لكن كونه دي كلها تتلمى في واحد ده بيسموه امه. ان ابراهيم كان امه، دي الاولى. الثانيه قال قانتا لله. القنوت دوام الطاعه، وقوموا لله قانتين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. القانت دائم الطاعة ما بينقطع، مش يومين كويس ويومين بينقطع. تقول يا فلان وين الأيام دي؟ يقول لك والله مشغولين شوية، الجامع ما بتجيه، الصلاة الصلاة ما بتجي، العلم ما بتجي، الدعوة مقطوع منها، مقطوع من العلم ومقطوع من الدعوة ومقطوع من شنو؟ مالك يا زول؟ يقول لك والله المرأة الأيام دي مغلبانة، المرأة غلبته، المرأة خلته يلف بالسوق حوم شغالة الليل والنهار، الصلاة خلاه والعلم خلاه. أما الرجل الأمة قانتا لله، قانت طاعته دي دائم فيها، والرزق ده الله بجيبه، والمعايز عندها وقت، السعي ده للرزق عنده وقت، ما يشغلك من الدين، ما يشغلك من الدعوة، ما يشغلك من العلم. قال قانتا لله. ثلاثة حنيفا، أنه حنيف، والحنيف من الحنف وهو الميل، أي مائلا عن الشرك مقبلا على الله، حنيفا مال عن جهة المشركين. المشركين بقى جاي وهو بقى هنا بعيد، حنيفا. رابعا ابن القيم قال شاكرا لأنعم الله، دي ربنا جابها في الآية اللي بعديها، شاكرا لأنعمه. والشكر قال ابن القيم له ثلاثة أركان، الأول الإقرار بالنعمة وإضافتها للمنعم. أول حاجة النعمة دي جات من وين؟ ده الشكر كده. الليلة الناس العقايدهم خربانة من الصوفية وغيرهم، الواحد أول ما يجيه رزق يقول لك نحن ما أبواتنا دي النجاط شادين حيلهم، نحن ما دام أبواتنا دي قاعدين ما عندنا مشكلة تاني، تلقى معلق صورة الشيخ فوق، ده عقيدته الرزق جي بيجي من داك معلق فوق ده، ولا مو كده؟ دي شغلتهم. الله ينعم عليه كويس، وبعد ده يشيء نعمة الله ينسبها لغيره. ربنا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اعرف نعمة الله يا أخي، ده كله من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه. بالله شوف الكلام ده كيف، انت بتقرأ في الوضوء يقول لك إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني شنو؟ يعني العضو اللي بتغسله ده تعممه بالمويه ما تخلي فيه فرقة. الله قال لك وأسبغ عليكم نعمه، كأنه نعمة الله دي غطتك ما خلت فيك فرقة. أي شيء في جسمك وفي حياتك نعمة من نعم الله. قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أنت ما شاء الله صحة وعافية، جسمك مكتمل، كل عينك بيمشن، ها؟
وعيونك بشوفن وإذنك بسمعن وشكلك مستقيم، نخرتك دي ما بورا بقدام، ها حواج بينك بزيننك وجملن شكلك ظاهرة وباطنة جوا، نعم باطنة النفس طالع ونازل والحمد لله، بتاكل لك ولا بتهتم، ما بذات لك انت جوا الشغل اللي بدور جوا انت ولا شغال به، بس تردمه تملا تمام وتفوت جوا في هضم، ها وفي احماض بتطلع وتفرز وتهضم الطعام، والطعام ده بيمشي بقنوات معينه وبيطلع بنظام محدد، ها ومريح، واشارات تجيك اشارات دار تاكل واشارات دار تطلع بمزاج، واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. بعد ربنا قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعمه الله ظاهر وباطن عندك، بعد تجادل في الله وتجي كمان بكل بجاحة تقول والله نحن كم ما أبواتنا ديل ما كان رزق بيجينا، ما تخاف الله أبواتك ديل كان الرزق الدولة ومسه في مخازن، طب مقفل عندهم خليه يجيبهم، هم ما بجيبوا، أكان الدولة في مخازن مقفلة وقولهم وزعوا بيقدروا، أبوك الشيخ ده بيقدر يقوم بدري يوزع ناس الحجوز بدشة الصباح، الدائروا بزلابي والدائروا ببسكويت والدائروا ساي ها ودايروا سادة ودايروا بلبن بيقدر يوزعها، ما تخافوا الله يا صوفية، ما تخافوا الله خلقكم. الله قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عشان كده أول شكر للنعمة شنو؟ تنسبة للمنعم، تقول الحمد لله من الله ومن الله بسط وزيادة خير، أيوة حق الله ده، والنعمة من الله سبحانه وتعالى، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. بعد كله ها وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق تدعو ترفع يديك في الضر وفي البأساء يديك، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، ده الناس أكثر اللي تماسك فوقهم التناديون، قال إلا كباسط كفيه إلى الماء، زور رافع يديه للموية، إما الموية النازلة من السماء أو الموية جوا في قاع الآبار، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ولله يسجد ما في السماوات من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. النعمة يا الله تنسب لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. قال ثانيا صرفها في مرضاته، الله اداك نعمة وصحة ومال، طلع مالك ده في مرضات الله سبحانه وتعالى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، شوف إلى المثل ده عجيب كيف، حبة واحدة زرعتها في الوطن أنت بتطلع لك 10 جنيه، 10 جنيه ولا جنيه واحد في سبيل الله، الله قال لك كمثل حبة واحدة غرستها في الأرض أنبتت الحبة دي 7 سنابل،
قاماً سبعة، شوف من واحدة بقاً سبعة، في كل سنبولة 100 حبة، يعني كم؟ 700. تديها لله واحدة، ربنا يكتب لك 700. أمرك لله يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخرج أو ما أنفق أحد صدقة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها. ها الله بربيها لك، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. الفلوة لدى الفرس، جيبوا له القش ويسوقوه هناك ويرضعوه في أمه ويحموه ويدوا حقنة من المرض زي ما تربي. الله يربي لك الصدقة كويس، عشان كده قال لك الصرف في مرضاته. الله اداك صحة وعافية، أصرف في طاعة الله من الصلاة، وتقوم لله تصلي، ما تبخل يا أخي بعشر دقائق صلاة لله، والتثقيف تنشحط في مباراة بتاعت كورة ولا نفرين بتغالطوا تنشحط ساعة واقف على كرعيك ساعة، ولا واقف في المواصلات ساعة ساعتين ولا بهمك عادي. الله اداك صحة سويها في الطاعة، وعافية سويها في الطاعة، أداك مال سوي في مرضاته سبحانه وتعالى. طيب أخيرا، العمل فيها بما يحب، إنك تتجنب ما يسخط الله تعالى في نعمته. نمشي بسرعة، ده كده ملخص كلام ابن القيم، نقل صاحب فتح المجيد شيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله، وأضاف إليه مسألة من الثناء على إبراهيم أنه لم يكن من المشركين. قال ابن كثير: يمدح الله عبده وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. ربنا سبحانه وتعالى مدح إبراهيم بالبراءة من الشرك والمشركين في آيات كثيرة جدا. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وآيات لسه كثيرة أثند على إبراهيم إنه ما كان من المشركين. طيب، قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن معلقا، وهذا التعليق الأخير وأنا أختصر وأختم به، علق على هذه الآيات تعليق جميل مفيد للدعاة خصوصا وللأمة عموما. قال في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، يعني براو كان أمة، قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. أول ما أنت تستلم طريق التوحيد وتستسلم إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى على هذا الصراط المستقيم، تلقى رقبتك براك وناس الحلة بقبلوا عليك ودشنوا وخلاص بقيت مع الجماعة والدكم وغشوك وده شنو سويته ده، تلقى رقبتك براك ما تستوحش. ربنا قال لك إن إبراهيم كان أمة، أمة براو، ما وجد إبراهيم من ينصره من قومه، ما لقى حد ينصره، اتكالبوا عليه، قالوا حتى المرأة كانت لو عندها
زول عيان ولا غائب بتنذر نذر تقول لو شفي مريضي لأجمعن حطبا إلى نار إبراهيم. شوف المساخير دير بالله اتكالبوا عليه أم براو. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مقام أعلى من إبراهيم لكن في بعض الأوقات وجد من ينصره. في ناس من أهله نصره، أبو طالب عمه كان مشرك نصره ودافع عنه وذكر في هذا كلاما طويلا وقصيدة طويلة اسمها لامية أبي طالب، قصيدة قوية جدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحاطوا وحماه وحوصر في الشعب في شعب أبي طالب، حاصروه عديل يتحاصر معه وجاب أولاده وأهله كويس. قال كويس أولاده كلهم جابوا وحمى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه. يا أخي القصيدة بتاعته دي ابن كثير قال وهي أقوى من المعلقات السبعة. قصيدة أنت لو قريتها ما بتفهم أي حاجة، كلام ذاته ده عربي ولا إنجليزي أنت ما بتعرفه. واستشهد ببعضها عبيد الله ابن الحارث ابن عبد المطلب لما اختلفا ضربتين هو وعتبة ابن ربيعة في غزوة أحد، كان من أول المبارزين. لما ديرك ناس قريش قالوا دايرين أولاد عمنا، ما نقول لهم مجموعة من الأنصار عبد الله بن الرواحة ومن ومن، قول لهم لا أنتوا أكفاء لكن جيبوا لنا أولاد عمنا دايرينهم. ما نقول لهم عبيد الله بن الحارث وعلي بن أبي طالب وحمزة. علي بن أبي طالب وحمزة قتلوا معاهم سريع ما أخذوا زمن. واختلف عبيد الله بن الحارث رضي الله عنه مع عتبة عليه لعنة الله، اختلفا ضربتين أي واحد منهم ضرب الثاني، وبقى عتبة صريع رجله مقطوعة وصريع. فاستشهد بأبيات أبي طالب لما قال لهم كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن، نضعن يعني نفارق البلد كويس ونسافر نمرق برا. قال لهم كذابين كان قلت نخلي لكم مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي لحد ما أموركم كلها تجود. قال لهم كذبتم وبيت الله نبزى محمدا يعني نهزم ونغلب عليه ولما نطاع دونه ونناضل. قال ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. نفارق أولادنا ونفارق حلائلنا الحريم نفارق دفاعا عن محمد. قال لهم وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. قال وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه فعل الأنكب المتح. قصيدة طويلة شفت كلام شيء تفهم وشيء ما تفهم. نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ هنا إبراهيم عليه السلام كان أمة ما وجد من ينصره، والنبي عليه الصلاة والسلام مات أبو طالب وواجهته قريش بالعداوة، بعد ذاك شمروا له ولأصحابه بالعداوة الشديدة. على كل الشغلة دايرة صبر. أنت ممكن في ناس من أهلك يركزوا معاك كويس، ممكن ناس يركزوا معاك من أهلك، وكان ركزوا معاك أهلك أقوى من غيره. الأهل فيهم منع أكثر من غيره لأنه ديل بتاخذهم مع قوة العاطفة الدينية بتاخذهم الحمية، ممكن يتموها حمية ساي ثاني كويس. عشان كده أبو طالب قال له قال وإنا لعمر الله إن جد ما أرى. الشيء شايفه أنا ده كان طلع صح وكان الموضوع ده مشى لقدام لأنه عادوا بني هاشم وهم كانوا منهم مشركين، من بني هاشم كانوا مشركين، لكن قال لهم إن جد ما أرى لتلتبسن السيافنا بالأماثل. نحن سيوفنا دي حتمج على أولاد عمنا وإس لأنه أهلك ديل بيركزوا معاك
قال بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي. شوف أولاد عمك ده بيركزوا معاك بعدين، لكن أكان مجده في العقيدة أول شيء. على كل حال أمة ما لقى زول يدافع عنه، عشان كده أنت أصبر كويس. طيب ما تستوحش من قلة السالكين. اثنين، قال قانتا لله، لله قال لا للملوك ولا للتجار المترفين. الكلام ده مو كلام أنا ناس، ده كلام منو؟ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ العلامة. قال لك انت ابقى قانت لله. الكلام ده افتح له اذانك كويس، افتح اذانك للكلام ده وافتح قلبك. قانت لله تشوف طاعة ربنا وين، والبرد ربنا شنو؟ مش البرد اصحاب القروش، لانه دي اللي ضيعت جماعات في البلد دي، ضاعت جماعات وطوائف وشيوخ. الشيخ بيملى الكرسي بتاعي ده وزياده لهنا، والعمه والعبايه كويس، وكتب قراها وحافظها. سمع لك يغمض عينيه ويفتح، وسمع لك ويغمض ويفتح، العلم راقد. لكن تضيعوا شنو؟ ما تضيعوا يومك التعاين في جيب الناس، دينك بيروح. قانتا لله قال. انت كان بقيت نجيب، ربنا تكفل برزقك، بس انت ابقى نجيب. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اها بعديها، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشغل ده في التوحيد، عشان كده اعرف الجماعات دي لما انفارقت الطريق اتلولوا في التوحيد اول حاجة. يومك تعتقد انه الرزق عند بتاعين القروش، انت خربت توحيدك اول حاجة. توحيدك مو نظيف، التوحيد ما نظيف في لولوة. تبدل دينك عشان القروش، عشان قرر يقول لك رئيس الجماعة، أصدر رئيس الجماعة قرارا وقرر فيه، قرر بتاع شنو؟ قرر بتاع شنو يا زول؟ يقرر لك تخلي التوحيد؟ واحد في الله ما في هناك اسمه خلوه كويس، أوزان عالية جدا، لكن خربانة، والله خربانة. جاء واحد مشرك في الجامع أو داعي شرك، قول أي عبارة تحلو لك قدام الزول ده، قاي وفك شبهات وشرك واضح، وأنكر صفة من صفات الله، وتحدى دعاة التوحيد، وزولك ده قاعد في النهاية لما انتهى ده من كلامه ده طبق نعلاته، وبالباب مرق فات، وبكره دق له بتاع الجامع، داك ما بتاع القروش، دق له بتاع القروش قال له ارد على ده ولا ما ارد عليه؟ بتاع القروش قال له ما ترد عليه وسكت. عشان كده انتبه للكلمه دي هنا، الكلام ده مهم. شفت الفوائد الاربعه دي؟ الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. قال قالوا عبد الرحمن بن حسن ديل ده والله اللي دفعني انا اعمل المحاضره دي، هذه الفوائد، لانه محتاج لها الدعاة. والاولى فوائد عظيمه محتاج لها الدعاة وغيرهم، لكن الدعاة احوج الى هذا، لانه ترى الشرك ده الحمد لله ناس فارقوه، لكن في رواسب، والشرك بيجي داخل بباب ثاني. انت قفلت الباب ذاك، الشرك بيجي داخل بالطاقه من هنا، تتلخبط الحكاية. اعمل حسابك، اوعك تلعب بدينك شان ديرش. واحد اياك
تجامل في دينك لمليم واحد من زول دينك ده حافظ عليه والرزق ده بجيبه الله. هو ذاك القروج جابه من وين؟ اللي بتفلهم ده وعامل لي افطار للمواسير والله يصحي للمواسير بتاع المواسير ده جابه من وين؟ اداله والله ولا عنده اله ثاني؟ مو عنده اله ثاني، ادى الله. طيب الله اللي ادى ذاك ما بديك انت؟ ما تاكل بالحلال يا اخي، وكل رزقك بالحلال، اصبر والله بديك له. اكم اداك لينا بديك له بعدين يوم القيامه. وكله كسره بمويه بس. كويس؟ يا اخي مالك يا اخي تلخبط دينك. والله في البلد دي الجماعات دي واحنا عارفينها كويس كلها واحده واحده. الخربوه والسايقين كلهم بتاعنا القروش دي. بس يقول لك قرر الرئيس العام، انت قال الرئيس العام ده منو؟ انت قالوا الزول ذاك بعمه والعالم العامل فيها شيخ، الشيخ ده عندهم فقيه سايق. مش الشيوخ ديل؟ ديل فقراء سايق. الجماعات دي سايقينها بتاعنا القروش كلها. كلها سايقينها بتاعنا القروش. عندك قروش بكره دي بتسوي جماعه، مش الشيوخ ديل؟ بتجيب لك دفار بتاع شيوخ بكره. دفار بتملاه شيوخ. بتجيبهم، ده الشيوخ انت قايله؟ بتاع دين؟ يا اخي السلف زمان يكون في واحد كبير سؤال كبير وقروش راقده يقول للعالم انا ما عندي زمن تعال حدثني، يقول له والعلم يؤتى ولا ياتي. تعال اتعلم مين ده؟ انت عندك قروش تعال اتعلم. العلم ده ما بيجيك. العلماء قالوا العلم ياتي بالمال ولكن المال لا ياتي بالعلم. عشان كده في ناس خربوا والعلاج هنا في النقطة دي. طيب ثلاثة قال حنيفا. قبل قلنا الحنيف هو المائل عن ملة الشرك المستقيم على التوحيد. قال حنيفا لا يمين لا يميل يمينا وشمالا كفعل العلماء المفتونين. ثاني جاك اليوم مفتونين. كل يوم الواحد يجي براي جديد ويتقلب. قبل اليوم جماعات تنادي بانه التصوف باطل وشرك ودعوه الى عباده الاوثان والى عباده غير الله، وخاضوا حربا ضروس ضد الشرك والبدعه زمن فتره من الزمان. عادوهم فيها ضربوهم آذوهم شردوهم شردوا أولادهم كل ده حصل. يجوا بعد الزمن ده كله يقول لك التصوف هو عبارة عن حزمة من الأخلاق الفاضلة، حزمة بتاعت حطب مكسرة في راسك. حزمة التصوف حزمة من الأخلاق الفاضلة. كلامنا نحن خلو أرجع لك كلام شيوخك انت ده ذاتك اللي بتقول التصوف حزمة من الأخلاق الفاضلة. أرجع كلام شيوخك زمان كان بيقولوا شنو؟ الآن أمشي أقرأ كتاب عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية أو مصرع التصوف. أمشي أقرأه. ده كان رئيس لجماعة أنصار السنة المحمدية، رئيس ليه في مصر. أمشي أقرأ شوف كلامه جوا. والله كلام والله نكت. شفت شغل التصوف ده والكرامات اللي بيقولوها اخواننا في الحلقات دي. جابوا احداث اكعب منها ذاته، والله حاجات والله اخواننا ذاته ما لاقتهم. كلها جاب لك قال لك ده التصوف. وردم التصوف ده ردم ثقيل، محمد حامد الفقي مش اقرا كتاباته. لكن اجوا الليله قالوا لخبطوها وده التلون. تلون. حذيفه بن اليمان قال شنو؟ اها. قال اياك والتلون في الدين. والتلون ده بكون كيف؟ قال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. الليلة حلال وبكرة حرام. ده التلون. أخيرا لم يكن من المشركين. انتبه ربنا سبحانه وتعالى قال هنا لم يكن من المشركين، ما قال ما كان مشركا. في فرق ولا ما فرق؟ اه الفرق شنو؟ ابتداء ما كان منهم.
اها طيب نشوف نشوف عبد الرحمن بن حسن قال شنو العلام رحمه الله قال خلافا لمن كثر سوادهم وزعم انه من المسلمين ولم يكن من المشركين يعني ولا بكثر سواده ما تمشي تقول لي نحن الليله ماشيين زياره للطريقه الفلانيه نتغدى معه تتغدى ليه البودك شنو انت البودك شنو محل الشرك ماشي تدعوه الدعوه دي احنا بنعرفها تمشي هناك تتكلم معهم تقول لهم التسوف ده باطل ده شرك ما تدعو غير الله وما تنده الفقراء والحجبات والى اخره ده باطل تمشي تنهاو لكن دول قاعدين معاهم ويجيبوا لك في الصينيه الكبيره وبيضحكوا ويا ابويا الشيخ كده وياكلوا يا ناس ربنا قال لك ولم يكن من المشركين ما تكثر سوادهم يموت طاغوت بدل يحمدوا الله يقولوا الحمد لله الذي اراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب زي ما النبي كان بيقول طاغوت مات بدل يحمدوا الله ويشكروا على النعمه دي يمشوا يلبسوا جلاليب ويلفوا عمم يمشوا تلقاهم واقفين ومصورين والله انا الصوره دي غازت لي غيظ يعني انا افهم شنو كده كده بالراحه الورقه دي انتهت خلوها انا افهم شنو يعني انت بيموت طاغوت طاغوت اذى امه محمد وطلع ناس مشركين وعلم الناس الشرك والناس بيبوسوا له في كرعيو تحت باركين وبيسجدوا له ويشربوا ميه الوضوء حقته ويبيع لهم الحجبات مات انت بتمشي ومبتسم كده كمان مبتسم ولابس عمته واقف يقول لك في العزاء مع اخواننا المتصوفه ده شنو يعني افهم الكلام ده شنو يا ناس يا ناس ده ما كلام بغيظ هسه ما دام تمشي بحرق روحك انت اللي بودك لهم شنو تمشي تقعد معاهم وتكثر سوادهم وتخزي اهل السنه والجماعه ولهذا اقول خلاصه المحاضره دي وخاتمتها الجماعه ديل كلهم محتاجين يرجعوا يقروا كتاب التوحيد ثاني الكلام ده الايه دي في الباب نمره 3 في كتاب التوحيد اول ايه فوق باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الجماعة دي يقروا كتاب التوحيد دارين قراءة ثانية والنقطة الثانية في خلاصة المحاضرة تعرف أنت كداعية أن خلافنا الأساسي مع هذه الجماعات في التوحيد والبنجب التوحيد نرجع ثاني ده الخلاف الاساسي وان كان هناك مسائل اخرى قد يكون فيها او فيها مخالفات واضحه لمنهج اهل السنه والجماعه السؤال بيقول هل جماعه انصار السنه المحمديه مبتدعه ضاله منحرفه نحن نقول بنفس مقاله العلماء وما نتجاوز في الوصف من حيث الافراط ولا التفريط نقول هذه الجماعه ضلت عما كانت عليه من المنهج السليم وسقطت وضاعت فسقطت هذه الجماعة وضاعت لما اتبعت سبل المنحرفين كعبد الرحمن عبد الخالق صاحب جمعية إحياء التراث وكغيره من المتشربين لمنهج الإخوان المسلمين ففيهم من منهج الإخوان المسلمين ما فيهم ورضوا بالتعاون معهم والانخراط في سبيلهم ولهذا الواجب الابتعاد عنا وهي صارت جماعة مال تجمع المال وتحرص عليه وليس لهم عناية لا بالتوحيد ولا بمسائل المنهج
ولا بغيرها من مسائل السنة. نعم. يكون شنو؟ الكلام ده قالوا وينه؟ الخطبة. طيب بالنسبة للسؤال يقول إنه واحد اسمه مجدي أبو سفيان اتكلم عن رد محمد مزمل على محمد مصطفى وقال إنه لابد يكون في مقام عالي يعني مزمل ما يكون في مقام أقل منه. طيب أولا أين الدليل على هذه القاعدة؟ إنه لابد يرد اللي بيرد لابد يكون شنو؟ مقامه أعلى من المردود عليه. ده نمرة واحد، أين الدليل؟ لا دليل. اثنين، كيف حددت أنت يا مجدي أبا سفيان؟ كيف حددت أنه هذا عالي وهذا أقل؟ بأي مقاييس ومعايير شرعية حددت العالي والنازل؟ وهل أنت من العالي أم من النازل؟ أنت رديت على مزمل، أنت أعلى منه ولا أدنى منه؟ وبأي اعتبار وبأي تقييم جعلت نفسك أعلى منه لو قلت أعلى منه؟ ولو قلت أدنى منه خالفت القاعدة بتاعتك، ولو قلت أعلى منه أثبت لنا بالدليل الشرعي أنك أنت أعلى منه. وكيف يكون الرجل أعلى من الآخر؟ بأي مواصفات وبأي مقاييس؟ نرجع لناس المواصفات والمقاييس في الرميلة، هناك في مؤسسة اسمها المواصفات والمقاييس، لو عندك انترلوك قدرت تقيسه وكده طوب حراري تمشي وتودي ناس المواصفات والمقاييس بتقيسها بأي مقياس يا جاد. وهل إذا وجدنا منكرا من المنكرات يجب أن ننتظر حتى نجد إنسان أعلى من صاحب المنكر عشان يصوب صاحب المنكر؟ هذا كله من الباطل، كله من الباطل، والرجل صاحب باطل وهو من أتباع الحلبي، هو من أتباع جماعة الحلبي وغيرهم، ولا مصلحة لنا في الكلام عنه ذاته لأنه ده من باب إحياء الموتى، والميت ما بيحيا أصلا، الرجل ما عنده حاجة، موضوع منتهي. الدليل على هذه المسألة إنه الصغير ينبه الكبير، ده لو كان هو كبيرا، ده لو قلنا حمص صفا شنو كبير، لكن هو من أهل البدع، وأهل البدع من الأصاغر ليس كبيرا أصلا، كل واحد من أهل البدع هو من الأصاغر ما هو كبير. لو قلنا كبير جاء في مقدمة الشيخ الألباني لصفة الصلاة ذكر أثر لابن وهب من الثقات من تلاميذ مالك، قال سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى في إحدى مجالسه أو أحد مجالسه فقيل له يا إمام هل من السنة تخليل الأصابع في الوضوء أصابع الرجلين؟ قال ليس من السنة. قال الناقل للرواية فانتظر ابن وهب حتى خرج الناس وانفضوا من المجلس فقال يا إمام عندنا فيه سنة. انت قبل قلت ما من السنة. قال عندنا فيه سنة. قال ما هي؟ قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو كان يخلل بين أصابعه في الوضوء أو أمر بتخليل الأصابع في الوضوء. قال فرأيت مالكا بعد ذلك إذا سئل يفتي بما قال ابن وهب تلميذه، يقول لهم عندنا فيه سنة حدثنا فلان عن فلان ويفتي بما قال تلميذه. قال ابن رجب الحنبلي في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير قال وأما
بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وله أسوة بمن رد مقالات ابن عباس وابن عمر التي قالوها، وسرد مقالات كثيرة لابن عباس. محمد مصطفى بيلحق ابن عباس؟ ابن عباس وابن عمر، كقول ابن عباس في المتعة ذكروا مثال، وكقول ابن عمر في الزواج بالكتابية، وكقول من وقول من من الأكابر الكبار. ابن عمر ده مرحلة بعيدة جدا يا شيخنا، دي مرحلة بعيدة جدا. فالرجل جاهل، ما عليه جاهل. وتاني ما تمشي للترود ده كله شنو؟ ثم لقيتوا جامع تاني صلوا فيه؟ جامع المسلمين راقدة، ما تمشي تصلوا مع ديل. نعم. كبير يعني ماشي كبير في السن يعني. نعم. جاي جماعه لابسين بعدين جنبه بيقولوا انه احنا بنرفع يدينا لفوق والمذهب بينزل من فوق، ليس لوجود الله فوق، فماذا تقول يعني؟ اول حاجه اللي قال انه بنرفع يدينا لفوق يعني في الدعاء، وده ما معناه انه الله فوق. الراجل جاهل اول حاجه، ده في احسن احواله إنه جاهل بدين الإسلام، وإلا فده يكون تبع للصوفية وعقائدهم الباطلة اللي فيها إنكار العلو، وهو بيرفع يديه إلى السماء يقول لك هذه جهة الدعاء. طيب يديك الرفعتين خليهن، في حجة أقوى من هذه ذكرها الهمذاني لإمام الحرمين الجويني، قال له إنا نجد ضرورة، ضرورة يعني فطرة قاعدة في القلب، ضرورة أنه ما من داعية رفع يديه إلى السماء إلا ووجد قلبه متعلق بالفوقية أو بالسماء. يده خلين، قلبك ده بيتعلق بما هو فوق، ودي ضرورة. وإمام الحرمين في الوقت ذاك أكان بينكر العلو، كان طالع فوق، نزل من فوق، خط يده في راسه، قال حيرني الهمذاني، حيروا لأنه دي تنكيره كيف؟ أنت في قلبك بتجد رغبة إلى العلو، إلى الله سبحانه وتعالى الذي في العلو، وقلبك يتوجه إلى أعلى، ولا قلبك بيتوجه لأسفل؟ أنت لما تقول يا الله إلى أين يتوجه قلبك؟ توجه إلى العلو. أهذه برضو كيف؟ فهذا مما دلت عليه الفطرة السليمة. والأدلة من القرآن والسنة أكثر من أن تذكر. ابن القيم قال وقد دل ألف دليل على علو الله تعالى، ألف دليل، أدلة كثيرة جدا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. شيخ الألباني ذكر مسألة لطيفة، قال لأنهم بيجيبوا لك شبهة، بيقول لك لو قلت في السماء يلزم منها الظرفية يعني داخل السماء، وداخل السماء هذه لا تنسب لله سبحانه وتعالى، لأن السماء لا تحيط بالمولى سبحانه وتعالى ولا تقل المولى عز وجل ولا يحتاج إليها. فإنت شان تنكر دي تقوم تدخل في حيرة، شان تنكر يعني مسألة الإحاطة. طيب فالشيخ الألباني قال يأتي السائل، زول الدار يشحت كويس، وينادي الناس يقول ارحموا من في الأرض، بعد ما يسأل يشحت هو قاصد ارحموا منه، ارحمه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال هل يقصد بنفس بمن في الأرض الديدان، قال الدود اللي قاعد جوا الوطة، ولا يقصد بها نفسه؟ العامة بيعرفوا في دي، العامة بيعرفوا يستعملوها صح، ويجي صوفي غلطك الشحاد ده بيفهمها، ما فقيه ما يسأل الشحاد يا اخواننا،
ما صاحب حاجة في النهاية، هو محتاج، هو صاحب حاجة مو يسأله، لكن هو ليس عالما، هو مو عالم لكن بيستعمله صح. ارحموا من في الأرض، سوي لهم كده، ارحموا من في الأرض. ولا واحد من الجامع ما بقوم بيقول له يا مولانا كيف تقول في الأرض وانت قاعد فوق؟ فاهمين الناس اللي في الجامع ذاته، ارحموا من في الأرض، فاهمين في الأرض ده زول ذاك جوا الواطه ولا فوق؟ وكان دخل جوا الواطه ثاني يرحموه، كيفين بيرحموا والله ثاني ثاني بيرحموا والله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب ما دام انت فهمت انه في الأرض يا البني آدم اللي فوق ده، طيب ما تفهم ان برضه انه في السماء هو الله فوق السماء. طيب قلنا داري غلطه، ازول داري غلطه الضروره والفطره والادله، وداري يقنعنا باشياء الفطره ما بتقبلها. يعني انت الان لما تقول لي في السماء، في السماء دي الصوفي بيقول لك كده ما ممكن في السماء يعني جوه. طيب ها ما في السماء وين؟ في كل مكان. وطيب دي ما خربنا الجبال؟ الفهم اللي انت شفته باطل ده بيفهمك انت، مش بالفهم الصحيح، بيفهمك انت الباطل. كونه في تعني الظرفيه، ده فهم باطل. ها كونك تقول لي في كل مكان وما خربنا الجبال، الفهم الباطل الجبال اخير من الفهم الباطل الثاني، ولا ما كده؟ لانه في السماء اذا قلت في بمعنى الظرفيه داخل السماء، ده فهم باطل ومردود ولا يجوز في حق الله. كويس؟ لكن لما تقول لي في كل مكان، ده بيستلزم منها ما هو أسوأ من ذلك، يكون في الاماكن الغزره ويكون في الحشوش ويكون في كذا الى اخره. وأسوأ من ده الجواب زي ما قال الشيخ عبد الرؤوف، النوع اللي بيجي بيقول لك لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف، اذن ولا داخل العالم ولا خارج العالم. طيب هسه لو قدرت تقول الله ماف تقولها كيف؟ هذا ابلغ وصف لنفي وجود الخالق. لكن هؤلاء لما خالفوا القران وخالفوا السنه انتكست الفطره. الفطره انتكست بمخالفه القران ومخالفه السنه. طيب ده قال اين اثر ابي معبد الجهني؟ ما عرفت قاصد ذاته اثر ده. اسباب الانتكاسه، اسباب الانتكاسه يا اخواننا كثيره، واعظم اسباب الانتكاسه سوء النيه. انتبه، اعظم اسباب الانتكاسه سوء النيه. الرجل من الاول لما يكون دخل المنهج الصحيح لا لله، انما دخل رغبه في امر معين، شوف ده ما بيقدر يواصل. انتبه للحاجه، ما يقدر يواصل. لان من دخل الى المال اما انه يحصل هذا المال وحيمشي صح، ما دايره لقاه بيفوت بينتكس، واما انه يقنط من حصول المال، يقنع يلقى المال في الدرب ده ما في، منهج السلف اذا المال فيه صعب ذاته، اما يلقى انه قروش في الدرب ده ما في وبينتكس، واما يلقى القروش وبرضه بينتكس. كذلك من دخل هذا المنهج لحب الشهره يتربع كده والجماعه يسالوه فضيلة الشيخ أثابكم الله ماذا تقولون في رجل، النوع الثاني يتربعوا دين. النوعية دي بنفس النظام، لو ما تربع بيقنع لأنه داير يتربع، ولو يتربع حيشبع من هذه الشهوة والنهمة وفود برضه. إذن من أعظم أسباب الانتكاسة سوء النية. لذلك قال ابن رجب الحنبلي قال دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. الصبح يختم له وسيء ليه؟ هل ربنا ظلمه؟ ربنا ما بيظلم أحد، أعرف المعلومة دي، ما بيظلمك ربنا، أنت صادق.
مخلص لله متبع للسنة ربنا ما بيظلمك. طيب يا توما النوعية اللي بيجي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، جرب يخش فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل يدخلها. زول يعمل بعمل أهل الجنة حياته كلها لحد ما يقرب، خلاص الموت قرب ينتكس. السبب اللي خلاه ينتكس شنو؟ نية كعب، نية كعب، هذا من الأسباب ومن أعظم الأسباب. ثانيا رفقاء السوء، أعمل حسابك من الصحبة، ما تصاحب ساي، صاحبك ده ممكن يدوق فيك مقلب في آخر لحظة، والمقلب الأخير ده كعب جدا. المقلب لو من بدري ممكن يتلافوا، يجوا ناس ينصحوك، تسمع لك موعظة، تقرأ لك حديث يرجعك. المشكلة في المقلب زي ما بيقولوا ناس الكورة الفخة الستة، غلطة المدافع، بتعرفوا غلطة المدافع؟ المدافع لو رجع له باص قصير لورا خلاص بيكون في الآخر كحال أبي طالب، آخر لحظة النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. صحبانه اللي معاه قالوا شنو؟ ترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ شوف ده الجوبتين في وقت قاتل جدا، يعني لو قال دخل الجنة بس كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحاج لك بها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامه لأنه نصر الدين كويس، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. السبب شنو؟ صحبانه قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، قال ولولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. قال والله لو ما خايف بس تبقى مسبة تقول ليه سبيت أبواتك وتبعت الدين محمد وسبيت أولاد أبواتك ودين أبواتك، قال لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح أحمد فينا في أرومة يقصر عنها ثورة المتطاول. قال حميته حطه بنفسي ودافعت عنه بالدرى والكلاكل بالحديد، قال أنا دافعت عنه. بعد ده كله المشكلة وين كانت؟ صحبانه اثنين قعدوا جنبه ختموا له بخاتمة السيئة. فإذا يا أخواننا من أسباب الانتكاس السوء النية، من أسباب الانتكاس رفقاء السوء. اعمل حسابك، ما تصاحب، ما تصاحب ساي أنت، وأنت تعيش كم في الدنيا دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 إلى 70، هسه نحن ما شاء الله في ناس 30ات، في ناس 40ات، في ناس فاتوا 60 زاد، في ناس فاتوا 70 زاد، اللهم بارك، الله يبارك في عمرهم على الطاعة. ما فضل لنا كثير يا ناس، صاحب لك ناس فيهم خير ده بجرك للخير. كان انت ساي تلولو تبعاين لك كده يقول لك مالك انت اللي عم تتلولو هذول عدل، وخاصه اخواننا ديل ما بجاملوك انت مالك انت لك 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 كده يقول لك شايفك الايام دي بتسوي لك لولو بيديك لا طوالي برمى لك روب كده لمن ترجف والله، وده بينفعك والله. والمره عرس مره زي الناس دي من اسباب الانتكاسات. واحد تلقاه زمان نجيط في الدعوة دي، دعوة دي نجيط في الحلقة تلقاه قدام قاعد وفي العلم شايل كراسه، أول ما يجي العرس يقول لك يا مولانا دار لي واحدة حواجبين رقيقة وعينها من التضحض وشنو إلى آخره، بوصف لك يديك لستة بتاعت أوصاف منيو بس شفتها بتاعت الهناء ديك كأنه في مطعم هناء، يديك لستة بتاعت أوصاف، أوصاف دي كان فتشتها ما بتلقاها ذاته. دار لو من المرأة البودي لبناني والمكنة صحابية والشنو يوصف لك أوصاف يا زول، وتكون حافظ البخاري لو أمكن، لو أمكن والبخاري أنت حافظه
شوف دي امشي الزوايا مرة لأوصاف جمالية أشكاله وعيونه وما أدري شنو كل ده تلم في تنجم ولك نجام يقول لك تقول لك تقول لك لقينا لك الأوصاف دي لكن شوية كده هي لسه ما بصلحها تصلح لك هي صلاح شفتها مو شو قال بصلحها تصلح لك تفقد هذول حلقتين ما جيت والثالثة والدرس وين والمحاضرة الفلانية ما جيت يقول لك والله بس الأيام دي شوية كده مشغولين مشغولين دريك التونسية خلاص الحق الضرار شنو المرأة المرأة والمرأة دي أخطر من الرفقاء البرة خد بالك إن بقت كعبة أخطر من الرفقاء البرة دي لأنه ناسك البرة دي لك ما حدهم معاهم بسيط حدك معاهم بسيط ممكن كان غلبك الواحد تقفل التلفون منه ما هتاني بلاقيك وين دق لك الباب ما في ممكن تتخارج منه صديق السيء البرة ده لكن المرأة تمش منها وين تمش وين انت بتقدر تطلقها وقبيلها كان عرسها للأسباب دي ما بطلقها ده وعرسها لعيونها دي ولقى العيون ما بطلقها ده تاني إلا عينها دي تنقدها ده ما بطلقها لأنه ده السبب اللي عرسها به وطلقها كيف وهي جرته جرته عشان كده المرأة الصالحة خير متاع الدنيا لأنه دي كان يتيت مارق الشغل آه تقول لك الأيام نحن مفلسين لكن أوعاك من الحرام بس أي شغل الحرام واحدة من السلف تقول لزوجها إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار الجوع دي إحنا بنصبر عليه أوعاك من الحرام المرأة بتوزنك والله تجي في السوق ده أول ما تبدأ لك بيعة تحس إنه فيها حرام تتذكر المرأة طوالي ما بتخليك لأنه بتجيب لها أنت معروف شغلتك تفارش لك طماطم في السوق ولا ليمون الليمون ده بيربح كم معروف صح ولا ما صح معروف ربحه كم اول ما تجي داخل شايل لك ربطه كبيره تقول لك جبتها من وين هذول ليمون اقدر اسمع له كله واجيب الربطه دي جبتها من وين دي وبالزرزرك تبقى في التحلك دي مره صالحه فيها خير فهذه يا اخواننا دي كلها من اسباب الانتكاسه البعد عن العلم عن العلم من اسباب الانتكاسه كذلك البعد عن الطاعات الزول يبقى قليل الطاعة والبعد عن صلاة الجماعة وكل هذه من أسباب الانتكاسة نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم